سير الجلسة. وقع هنا النساء تونس يوم أمس، ونصور كون مش تكون موافقتني اليوم في التدخل هذا. فلا يعقل أن نائب في هذه القبة يثمن جريمة ترتكب في حق البلدان، في عديد من ترتكب في عديد البلدان في حق النساء. فهذه إهانة للتونسيات ومس من كرامتهن، وهذا انقلاب على أهداف الثورة. وعلى فعوض أن ننهض معناتها بالمجتمع متاعنا، قاعدين ندخلوا في ممارسات هذايا فصل 89 يا مدام نادي. أنا نطالب هذا فصل 89 هذا يطلب السماح من نساء تونس وإلا يستقيل. مش معقول نواصلوا مع شخص في داخل القبة هذه ما يحترمش قانون البلاد وقوانينها، وهو يثمن جريمة في حق النساء.